هنروح لكرة الطائرة رجال. الحقيقة عندنا مباراة بتتلعب دلوقتي وهي قبل نهائي دوري السوبر المصري أو بطولة السوبر المصري مع نادي طلائع الجيش. المباراة بتتلعب دلوقتي في صالة اتحاد الشرطة الرياضي، هذا الصرح الكبير. وطبعا في حالة فوزنا النهاردة إن شاء الله نتأهل عشان نلعب بعد بكرة الثلاثاء مع غالبا نادي الزمالك، لأنه بالنادي الزمالك هيلاعب بتروجيت واللي هيفوز هيلاعبنا إن شاء الله بإذن الله في حالة فوزنا النهاردة على نادي طلائع الجيش. طيب عايز اقول لكم ان بيدرب طبعا الفريق مستر فرناندو مونزو بكره. النهارده طبعا مباراه مهمه، كل فكره طبعا من مستر فرناندو ان هو يشرك كل اللاعبين، خاصه عندك يوم راحه بكره. بالمناسبه احنا الاربع ايام دول عندنا اربع مباريات في كره الطائره. الحقيقه الاتحاد المصري عمل نظام جميل جدا للسوبر المصري قبل نهائي ونهائي. سيدات بيلعبوا لعب امبارح، اقول لحضراتكم النتائج كانت ايه. الخبر التالي الرجال بيلعبوا قبل النهائي النهارده، بكره الفاينل نهائي سيدات، وبعد بكره فاينل نهائي رجال ان شاء الله. ودي هتبقى اول بطولات محليه على الاطلاق لكره الطائره سواء فرع الرجال وفرع السيدات. نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان هذا الاسبوع يكون اسبوع سعيد على كره الطائره في النادي الاهلي ببطولتين سواء رجال او سيدات السوبر المصري، لان البطولتين هيكونوا اهلي زمالك بنسبه كبيره. فالنهارده الاسبوع ده اسبوع مهم، تحديدا بكره وبعده، تحديدا بكره وبعده. كل التوفيق طبعا لفرقتنا ان شاء الله. اول اختبار حقيقي هيكون للرجال بعد بكره. النهارده طبعا مباراه مهمه، معناها كل احترام نادي طلائع الجيش، ولكن بعد بكره الاختبار الحقيقي واولى الاختبارات المهمه للفريق ان شاء الله هذا الموسم. بفكركم ان احنا حامل اللقب لبطوله السوبر المصري للرجال السنه اللي فاتت.